برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من مؤسسة أفكار للتنمية الاجتماعية ومصرف الإبداع، تم تأهيل مركز لذوي الإعاقة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق. تم تأهيل هذا المركز برعاية مؤسسة أفكار ومصرف الإبداع ومنصة بلدي، وكل الشكر لهذه الجهود المبذولة، ونؤكد على دور الوزارة ودعمها للمجتمع الأهلي في كثير من المناسبات كشريك أساسي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اقترحنا أنه نحن ممكن ننفذ مركز بالطابق الأرضي اللي هو موجود هون، بيسهل عملية الحصول على هاي الخدمات، بيقدم لهم كافة الخدمات إن كان بطاقة إعاقة أو مساعدات عينية طبية غذائية. من خلال هذا المركز بيقدروا يحصلوا على خدماتهم إن كان ذوي الهمم أو ذويهم. أتت أهمية مشاركتنا اليوم من خلال التأكيد على دور المصرف في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي. الأمر اللي بترتب عليه أو بيرتب على المصرف دعم ذوي الهمم من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية، الخدمات المالية قروض ميسرة لذوي الهمم الذين يرغبون والذين لديهم القدرة على العمل والإنتاج، الأمر اللي بينعكس على خلق فرص عمل، دعم مشروعاتهم، دعم أفكارهم، وبالتالي تحسين مستوى الدخل. نحن بشركة مدارات للحلول المثالية طورنا هي المنصة من مسؤوليتنا الاجتماعية لخدمة البلد. طبعا اسم المنصة بلدي، فهي لازم تكون بتخص البلد، فارتقينا انه نعمل هذا المشروع مع مصرف الابداع مع مؤسسة افكار لحتى نكون بخدمة ذوي الهمم. المركز يهدف الى منح بطاقة الاعاقة وتقديم منح للشلل الدماغي وتقديم المساعدات اللازمة من عكازات وكراسي متحركة، مما يسهم في دمجهم بالمجتمع.